بعدما تفضل السيد رئيس الجمهورية بأداء اليمين الدستورية، لا يسعني في البداية إلا أن أجدد للسيد رئيس الجمهورية خالص التهاني بمناسبة إعادة انتخابه لفترة جديدة لولاية جديدة، وأدعو المولى عز وجل أن يوفقه في مهامه السامية ويسدد خطاه لما فيه خير العباد والبلاد ولتحقيق ما يصبو إليه الشعب الجزائري الأبي من تقدم ورفعة ومناعة. وحظيت باستقبال من قبل السيد رئيس الجمهورية، حيث قدمت لسيادته استقالة الحكومة، وطلب مني السيد الرئيس بمواصلة العمل، لأننا مقبلين على دخول اجتماعي، أي دخول مدرسي، دخول جامعي، دخول التكوين المهني، بالإضافة أيضا إلى إعداد مشروع الميزانية. والله ولي التوفيق وشكرا.